شلينا وين فوقنا بنا خيامة شرقي زوقع كاضي مطره هملنا بيني وردة والندى عشق غرامة هيا ظل قمري على غصن وغنى. نحييكم مشاهدينا الكرام من هنا من ميدان الطائف لسباقات الهجن في مهرجان ولي العهد في اليوم الثالث، فمرحبا بكم تابعونا في هذه التغطية المميزة إن شاء الله. مرحبا يا ضيوفنا برض الكرامة، أنتم أهل الدار والضيفة نحلة، يا هلا الضمر لكم في الدار قامة، حي سمحة الوجه اللي لفنا. يا ملكنا قمة المجد وسنامة، لكبيرات المواقف ينحنن. حظي الشعب بحبه واهتمامه، واحمد اللي عزنا به في وطننا، احمد اللي عزنا به في وطننا. لا تزال سلمان وفى في كلامه، خيل العود جرى السيف المحنة، انتصر له لليمن راع الشهامة، ما غفت عينه وجر ما تهنى. قاد جيشه نايب قبل انطلاق الشوط نلتقي مع المشاركين في هذا الشوط، عرفنا عن نفسك. عبد الرحمن بن صويح الشمري. والف نعم. حياك الله. مشاركتك؟ عندنا ابكار حقائق بالشوط هذا والشوط اللي بعده. شاركتوا قبل هذه؟ لا هذه المشاركة معنا بالمفاريد، شاركنا بقعودين جن ثالث في اشواط المفاريد. تعلنون التحدي؟ اكيد جاي من حايل رافعين راية التهديد. الله يوفقكم. وياك. عرفنا عن نفسك؟ فارس بن مشعل بن صويح. والف نعم. مالك زودي مشارك ولا مشجع مع اخوي؟ لا والله مشجع. الله يوفقكم ان شاء الله. جزاك الله خير. مشكورين على التواصل وعلى التغطيه. الله يعافيكم. الله يوفقكم. الله يجزاك. يا محمد هامتك في المجد هامه، هبتك ردتها للهجوات عنا. الفخر علق على صدرك وسامك، كيف وانت معرب منا ومن شعبنا واحد ولا فيه انقسامه. الولا فينا وبالله اتكلنا، الولا فينا وبالله اتكلنا. ما ضرينا بالرجوع والانهزامة، واليمان يشهد على فعل فعلنا. من يصافينا لقى ود وسلامة، وانزعلنا تدرك العالم زعلنا. مشاهدي الكرام في هذه اللحظات نلتقي مع المشرف على نقطة الانطلاق عبد الله بن سالم القرشي. حييكم ابو سالم. مرحبا. الله يحييك ويبارك. مرحبا. الله يوفقكم ان شاء الله. يا كريم الله يجزاك خير وفقنا. نحمد الله ما اشتعب. نحمد الله واشكر. ابو سالم بك تحدثنا عن عملكم هنا في نقطه الانطلاق. هذا تجهيز الانطلاق، الانطلاقه طال عمرك نجهزها. اول شيء طال عمرك عندنا التشبيه والتسنين. التشبيه والتسنين اللي هو في الشبك الاخير. الشبك الاول يعتبر الاول. اي نعم. ثم عقبه تجي على التدقيق. تدقيق الشرايح والارقام وترتب المطايا. اي نعم. ثم عقبه تجي على تجهيز الانطلاق 4 ساعات نجهزها، وبعدين الشوط الاول والشوط الثاني والشوط الجهاز الانطلاق هنا تروح على الشرط الطوالي اللي هو التحضير هنا. اللي هو التحضير وسميته غرفه الانطلاق او سميته تحضير الانطلاق. اي نعم. طيب اشوف المطايا مقسمه اكثر من قسم. ايوه 4 اشواط 5 اشواط نجهزها مستعده جاهزه. أينا. الشوط الاول والثاني والثالث كل تحضيره فيها 3 4 تكون جاهزه. اي نعم. شوط هنا جاهز، شوط ثاني جاهز، شوط ثالث. الشوط الاول يكون على الشرط الطوالي. طيب كم عدد المطايا اللي تصير بالشوط؟ على حسب عدد الشوط، احيانا يصل الشوط الى 50 55، احيانا 10 زي ما شفتوا او 20 على حسب المشاركين. على حسب المشاركين في الشوط. طيب كيف شفتوا المنافسه في اليوم الثالث؟ منافسه قويه ولله الحمد. ومبارك طال عمرك للفائزين، ومبارك للنايفات طال عمرك. الله يوفقك. حصلت على الاشواط الرئيسيه اليوم الصباح والاشواط المفتوحه، وكذلك اليوم العصر المساء حصلت على الاشواط المفتوحه، ومبارك لهم ومبارك لمضمرينهم ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. والله يوفقكم ورايهكم يا كريم. طيب الفريق اللي يعمل معك يا عبد الله؟ فريق متكامل من لجنه التشبيه. ايوه. ولجنه التوثيق. كم عددهم لجنه التشبيه؟ 3، ولجنه الانطلاق التوثيق اللي يسميها التدقيق 4. أيوه. وعندنا هنا 3. أيوه. وانا مشرفهم كلهم. أيوه. طيب انا اشوفك اذا انطلق الشوط تشر بيدك للشوط. انطلاقته عشان عندنا
نسميها طال عمرك مفاتيح الركض، يعني زي ما تقول المطايه مشبوكه لها طال عمرك على جهاز الانطلاق، احنا رافعينه نشل العام ينزله. ممكن تعيد لنا الاشاره الحين؟ لا 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 تصلح، لا تصلح على استرت عيد لك. الله يوفقك على الطيب. ونشكركم الله يوفقك، مشكورين يا قناه الصحه، مشكورين الله يحييكم. والله عزوات امر اللي حطونا الركض وحطونا الميدان الجديد ومهرجان ولي العهد الله يحفظه، هذا مهرجان كبير وبيجي منافسات فيما بعد قويه، انتظرونا بس ايام تبي تجي منافسات قويه جدا، ونتمنى التوفيق للجميع. الله يوفقكم والله يوفقكم من حب. مرحبا مرحبا. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام نلتقي مع لجنة التشبيه والتسنين، نتعرف نحن وإياكم على أعمال الذي يقوم بها لجنة التشبيه والتسنين. عرفنا نفسك. معك محمد مصيبيح الفصان طال عمرك الدوسري. ونعم. ناشي برضيان بقمي طال عمرك. ونعم. معك زود. سعود بن دخيل بن عديس العصيم. ودنا تحدثونا عن عملكم في لجنة التشبيه. أبدا طال عمرك عملنا نشبه المشبوهة اللي يعني تكون سودانية نفرزها لحالها ونفتش على السن اللي ما هو مع السن هذا نرفع للسن الثاني. طيب التشبيه السودانية تعرفونها بس بالنظر ولا عندكم شيء تعرفون؟ لا عندنا خبرة، خبرة كافية نعرفها عرف. كم عدد اللجنة اللي حددوها؟ إيه علامنا اتفقوا الثلاثة خلاص. اللي هم أنت وثلاثة؟ اي نعم. إذا اتفقتوا أن المطية هي سودانية أو ما فيها تشبيه؟ اي نعم، أو أنها سودانية نطلعها برا. طيب مركم مشاكل عن الحلال أن سوداني وراعي المطية يقول لهم هي سودانية؟ لا لا ما مرنا شيء، راعي المطية الهجم متفاهمين وعارفين شلون لجنة التشبيه وش تقوم من عمل. ولا اطلبوا منها الشيء هذا، اما ثبتها ولا طلعها ما كيف يثبتها؟ يثبت يحلف عليها، عندنا دين على انها مهجنه ما فيها ما هي سودانيه خلص. طيب لو انتم الثلاثه كلكم ما تقولوا انها سودانيه وهو حلف؟ خلاص نرضى بالدين، الدين الله هو اللي يقنع. اي نعم. الا ان الشخص مو مقلوب يعني عليه سوابق ولا شيء، هذا مستبعد من دينه. نعم. كم تاخذ معكم وقت؟ والله تاخذ معنا وقت. التشبيه نشوف المطية هي تختلف عن الحلال الثاني، هي كبيرة سنها شكلها لونها، فيها حلال يختلف وفي حلال ما يختلف عن الحلال الثاني، في حلال مهجن وفي حلال بين سوداني، وحنا بنظرنا نشوف هي تختلف عن الحلال نشبهها، أما حطنا على حرفتي ولا حلفنا راعيها ولا طلعناها بعدناها من الشوط. حرفتي طبعا بخاخ البوي. نعم بخاخ البوي نحط عليه حرفتي واليوم اثبتها نطلعها مع السودانيه. اذا كان مهجنه تدخل عادي ما فيها شيء، حلف عليها بيمين ونقبل يمينه. طيب احنا برجع لك في التسنين. نعم. كيف عملكم في التسنين؟ عملنا الحمد لله كويس ما فيها اي مشاكل. لو تحددون سن المطيه المشاركه ذا اي نحدد طال عمرك، مثل الحقائق يجي معها لقي، مثل اللقيان يجي معها جذاع، يعني نعرف وش ونرفع بعضها يم بعض نطلعها بالسن. وش ابرز المواقف اللي برا؟ ابدا ما مرنا الا كل شيء زين مره. طيب نظرتك عن المهرجان؟ المهرجان كايف ما في كلام. كيف تشوف تفاعل الناس والمشاركين اللي مروا؟ والله شيء ما يعلى عليه مره. الله يوفقك. الله يجزاك خير. وحنا باسمكم وباسم الجماهير نشكر لجنة التشبيه والتسنين ونشكر جميع اللجان القائمين على ما يقوم به من عمل جبار. يا محمد همتك في المجد هامة، هبتك ردتها للهجوة عنا، الفخر علق على صدرك وسامك كيف وانت معرب منا ومن شعبنا واحد ولا فيه الولا فينا وبالله اتكلنا، الولا فينا وبالله اتكلنا، ما ضرينا بالرجوع والانهزام، واليمن يشهد على فعل فعلنا، من يصافينا لقى ود وسلامة، وزعلنا تدرك العالم زعلنا.
وشعارات القوية حضرنا والمضمر كن على شوف الغمامة لين فك استرتهم ثم دبرنا لين فك استرتهم ثم دبرنا. نرحب بكم مشاهدينا الكرام من عزبة الشيخ خالد بن سعود بن حثلين. في هذه اللحظات نلتقي مع فيصل بن خالد بن سعود. مسيك بالخير يا ابو خالد. يا مرحبا، مساك الله بالنور يا ابو رفعان. مبارك لكم فوز الجليله. الله يبارك فيك ويسلمك. الله يوفقكم ان شاء الله. وياك الحمد لله. ابو سعود، احنا الان في شبك المفاريد الظاهر. نعم. قسم المفاريد. اي نعم. والعزبه عودتنا دائما على الانجازات وعلى الفوز في ميدان الطائف في اكثر من ميدان. نبيك تحدثنا عن سلالات الهجن الموجوده. الحمد لله رب العالمين، اول شيء الانجاز هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولا احنا مجتهدين وغيرنا من اخواننا المشاركين مجتهدين. وأما بالنسبة للسلالات، أغلبية الهجن اللي موجودة عندنا في العزبة هي إنتاجنا الشخصي أو إنها مشترى. فإحنا ذا الحين عند المفاريد أكثر الحشوان اللي موجودة بنات وعيال بعيرنا الفائز السوداني، يمكن فيها مطيتين بس هي اللي مهيب عليه، فيه على الواعي وفيه على مشرف. هذه هي اللي يعني بانها مهيب موجودة عندنا. أما باقي الحشوان لا، إنتاج الفايز. أب وأم. نعم. طيب، إنتاج الفايز جالها وجود وجالها إنجازات في الميدان؟ الحمد لله رب العالمين، العام بعنا عليه بكرة مليونين. اليوم في مهرجان الأمير محمد مطيتين على الفايز السابقات ومحققات إنجازات طيبة وتواقيت مميزة. ونهني أخوان اللي يملكونها وفازوا بها ويستاهلون. طبعا الفايز وهي مهيب عندكم بايعينها انتم؟ لا 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 لا، هم ضربينها على الفايز، ولا مهي لا هي من انتاجنا ولا من انتاجهم هم، والله يبارك لهم. طيب حدثنا عن الفايز. الفايز ولا انتاج الفايز مالك لو الفايز بعير سوداني جاي من السودان، وهم مقدم لابو فيصل يا طويل العمر من مبارك بن فهيد العاوي العجمي. يستاهل ابو فهيد وتستاهل الطيب الله يطول عمرك. وهو بيع عليه حشوان واجد، بيع عليه حشوان واجد، بيع عليه بكرة بمليون، بيع عليه قعود بمليون ومئتين وعدة، والله أنا ما أذكر هذا الحين. الله يبارك لكم إن شاء الله، والله يوفقكم إن شاء الله. وحنا بننتقل للمجلس وناخذ باقي العلوم من الشاي ومن الأخوان. بالتوفيق إن شاء الله. هو الحمد لله، هو شيء لازم نحن نعرج على المهرجان اللي حنا نتعايش أيامه الأيام ذي، والله يطول عمر سمو الأمير محمد بن سلمان، اللي حنا كل يوم نتعايش نقلة نوعية جديدة بيعيشها مستقبل عيالنا وعيال عيالنا في جميع المهرجانات، جميع الرياضات، كل شيء نقله نوعيه. نتمنى التوفيق للاخوان المشاركين. العام الماضي في الطائف. نعم. السنه هذه في الطائف. نعم. كيف شفت الفرق؟ خل مو بالسنه اللي فاتت، الاسبوع اللي فات انا مشارك، والاسبوع ذا انا مشارك. الاسبوع الماضي كنت مشارك في ميدان يعني شوي كان من الميادين القديمه، والاسبوع هذا شاركت في ميدان من احدث الميادين، حقق في خلال 20 يوم بهذا بتوجيه من سمو سيدي الامير محمد بن سلمان واللجان القائمه عليه، والله يعطيهم العافيه. الله معك وياك ان شاء الله. كل الشكر لك ابو خالد. العفو والله. ونلتقيك ان شاء الله في فوز وفي مناسبات باذن الله ان شاء الله، وانتم موجودين ان شاء الله. قوه شاطر رمزته.